للجبل الأحدي. يوسف الجبلي، يوسف الجبلي، أوه يوسف الجبلي وجد أمامه جبل عالي جدا. رايس ملحي تصدى في مباراة الحراس، لهم الكلمة العليا، الحراس هم الأفضل في هذه المباراة بكل تأكيد، منعوا الكثير من الأهداف وكان منها حتى ضربات الجزاء لم تسجل لا في رايس ملحي ولا في سالم قبوز. مباراة حراس المرمى حتى الآن تنتهي بهدف وحيد